أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصى إيه.
سيجعل له الرحمن ودا. سيجعل له الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك. فإنما يسرناه بلسانك. فإن الرحمن
استوى الرحمن على العرش استوى لما في السماوات وما وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا Yeah.
فلما أتى نودي موسى اخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع اخترتك فاستمع لما يوحى يا موسى قال لي يا
القرآن إذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك فأخرج بيضاء غير أمري
حلل من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال أوتيت سؤلك يا صدق الله العظيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت آدم في القرون الأولى أرسلت موسى بالتوراة معلما وأخيه عيسى علم الإنجيل وخطبت في الرسل الكرام محمدا فكان للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم تلاه على بسمع حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ يحيى حل بيومي القارئ والمعروف بتفتيش القزازي مركز ومدينة المحمودية. الهندسة الإذاعية ثم يليها إنارة عامة فنية وسراج المقام ركبت لحضراتكم من محلات ومخازن أنجال المرحوم الحج علي العداوي المحلات صبر العداوي من تقدم بالعزاء كان جزاء له ومن سعى كان سعيه مشكورا وإن لله وإن إليه راجعون.